جديد مستمعينا الافاضل، فقره تغذيه واسبوع جديد من النصائح الخاصه بتغذيه الاطفال مع الاستاذه اسماء زريون اخصائيه في التغذيه والحميه بالرباط. ولان البدانه او السمنه عند الاطفال مشكل غادي وكيكثر بسبب مجموعه من الاشياء المتنوعه، زياده عدد الاطعمه الغنيه بالدهون والسكريات، وبسبب كثره الجلوس مع كثره القنوات التلفزيونيه والانشغال كذلك بالانترنت او لي تابلت اللي ولا من الامور الشائعه عند الاطفال. غير ذاك الوقت اللي كنا احنا فيه شحال هادي وقت الفراغ دوزناه بالالعاب النشيطه مع الاصدقاء واللي كنبدلوا فيها الكثير من الطاقه، فكانت الاطعمه كذلك محدوده ووقت الفازه كان محدود. دابا ولا هذا المشكل ديال السمنه عند بزاف ديال الاطفال في العالم، واللي طبعا كيزيد من خطر الاصابه بامراض خطيره في مرحله لاحقه في الحياه. اليوم غادي نتعرفوا على مخاطر السمنه للاطفال وكيفاش نقصوا من وزن الطفل بدون اضرار مع الاستاذه اسماء ازري. والاستاذه صباح الخير. صباح النور، اش اخبارك استاذه اسماء؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، بيت اسبوع موفقه استاذه اسماء. شكرا للجميع. لله يخطيك. اذا استاذه، ملي كنسمعوا ان السمنه عند الاطفال كتولي كثيره، فهنايا ربما انك غادي نفكروا مباشره في المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها وليداتنا، فهادشي كيقودنا اننا نبحثوا عن الحل والضروره اللي خاصها يتبعوا بها واحد الحميه، او لا شنو بالضبط هنا كيحيروا الوالدين في التعامل مع الوليدات ديالهم؟ نعم، بالنسبة لزيادة الوزن والسمنة على الأطفال خاصة نعرفوا أن السبب الأصلي فيها راهما الآباء مبدئيا، يعني لأن الآباء هما اللي كيكونوا مسؤولين على التغذية ديال الطفل ديالهم ابتداء، يعني من الأول حتى تقريبا ديك 3 سنوات. نعم صح، حتى 3 سنوات كيكون الأب والأم كيقدر يتحكموا فيه، هو اللي كيقترح على الطفل، هو اللي كيعرفوا على الاغذيه اللي كاينه، هو اللي كيديه الفاست فود، هو اللي كيجيبيه المشروبات الغازيه، هما اللي كيشريو لهم لي بوب كورن اللي كيكونوا معسلين، هما اللي كيشريو لهم لي شيبس، هما اللي كيعطيهم لي كادو مكافئات عباره عن حلويات. نعم صحيح. فهاد الشيء كله هو يعني السبب ديال زياده الوزن. زيد عليها حتى اللي كيكون كياكل في الدار، كنوليو نعطيو الاطفال دي بورسيون اللي هما كبار ديال الانسان اللي هو بالغ. بمعنى مثلا تجيزه تحط ليه القدر اللي يقدر ياكلو انسان اللي كبير، وكتقول له كمل، ما كتخليش ياكل غير على حد شهية صافي. نعم صحيح. كتقول له كمل لو بلا. فهذه كلها مجموعه من العناصر. زيد عليها انه من بين الاخطاء الكبيره اللي كتؤدي لزياده الوزن هو في ديك شهر ملي كيبدا التمرين الغذائي، شنو كيوقع؟ كتولي الام خاصها يكون باي ثمن، كتزيد السكر، كتزيد الملحه. نعم، هذيك الصوره غير باش تعجبو. نعم، غير باش تعجبو وباش يبدا ياكل غير ديك الكميات الكبيره، وكتنسى انها كتعود على كل ما هو يعني للاغذيه اللي هي حلوه، وكتخليه ياكل يعني بشراهه من بعد. نعم. اذا استاذه اسماء، بالنسبه للسمنه اتفقوا على بزاف ديال الاخصائيين انها خطيره للاطفال، وخصوصا انها كتؤدي لمخاطر. كنسمعوا على السكري عند الاطفال من سن مبكره، فهنايا كيولي كيقول لك لا كنخاف نمشي ندير له شي حميه دابا، يولي ينقص له زعما من الفيتامينات او الكالسيوم او كل هاي المواد اللي صحيه وغادي يستفد منها الجسم ديالو. هنا لا بغينا نتبعوا مثلا واحد الحميه، شنو بالضروري اللي خاصنا نعتمدوا عليه في التغذيه، وشنو اللي خاصنا نحيدوه؟ اذا بس عند الاطفال المراهقين، نعم، ما عمرنا ما كنتكلموا على حميه ديال انقاص الوزن ولا حميه قليله السعرات الحراريه. نعم، عند الاطفال المراهقين كنتكلموا غير على اننا كنقدموا لهم النظام الغذائي ديالهم تكون متوازنه. أيه. نعم، حيت انه تكون متوازنه، هذا هو الهدف في الحميه عند الاطفال والمراهقين. نعم، وهذا الشيء كيستدعي لواحد المتابعه، كيستدعي ايضا ان الام والاب يكون واعيين بهذا المشكل، لان ملي كيجي عندك الطفل وتتقول له مثلا غير ابسط مثال خصو يحيد السكر، هنا كتلقاي مقاومه مثلا عند من عند الاباء والامهات، تقول لك لا ولدي صغير خصو يحيد السكر وخلاص يصير طيب. فالاباء شوفي، انقاص الوزن عند الاطفال مرهون باش مرهون باننا نقنعوا الاباء ديالهم انه لازم يحيد بعض المسائل، وخاصة انه باقي صغير، وخا هذا هي سر وانقاص الوزن عند الاطفال، خصوصا اللي تيكونوا في سن مبكره، لانهم هما اللي تيتحكموا
في الاكل ديالهم. نعم نعم. الطفل اللي هو زايد في الوزن ديالو راه من الطبيعي اننا غنحيدو ليه السكر مره، غياخد هو المسوس، غياخد ليه ليا وقت ما كان عنده غير الفطور، غادي ياخد الحزم فيها السكر. كمية الحلويات غنحاولوا نوقفوا الارض اللي فيها اللي هي عباره عن خضر الذره الاولى. فهذه العمليه هذه ما يمكن ليش تبقى الا اذا كانت عائله، خصوصا الاب والام المتفق، والا فمجرد ما كنبداو كيبقى يقول لك لا. احيانا كيجي عند الاب والام، الام كتشرق والاب كيغرب. نعم. الام كتقول مثلا تحيد هذوك السكر وداك الشيء، والاب تيقول لك لا باقي تخليه غير خليه ياكل. مسألة أخرى كتخلي الوزن للطفل أنه يزاد، هو أن الأب عاوتاني تبقى يقول لك وانتهلا في ولدي، ما نحرمش ولدي، ندي مثلا ياخذ الفاست فود، شري لي مشروبات الغازية، شري لي هذاك الحلويات. واخا فهذه القضية ديال ما نحرمش ولدي، راه أنت ما كتبغيش تحرمه من أغذية اللي هي مضرة بالصحة ديالو، وغادي تتممو. نعم صحيح. إلا جينا الحقيقة أنك كتسمعو. نعم. فلازم أننا نكونوا غير واعيين بهاد المسألة. الطفل اللي غيزاد الوزن ديالو يقدر الطفل عاوتاني اللي ما كياخدش وجبة الإفطار، إذا ما نتساهلوش مع الأطفال بالنسبة لوجبة الإفطار. وجبة الإفطار عند الطفل من أهم ما يكون. خاصة تكون وجبة اللي غنية فيها يعني فيها خبز كامل، فيها بيض، فيها جبن، فيها زيت زيتون، فيها مشروب بدون سكر، يعني فيها فاكهة. فوجبة اللي خاصة تكون غنية وفيها ما يتكال. نعم. لأنها كتساعد أيضا على ضبط الشهية طول اليوم، وعلى المد ديالو والحاجيات ديالو والأغذية، وكتساعد حتى على إنقاص الوزن. نعم أستاذة تبارك الله عليك، وشكرا لك على نصائح اليوم. إن شاء الله نتلقى بك غدا دائما فقرة تغذية مع الأستاذة أسماء زريوي.